بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت لما جينا شرحنا الجافا مع الداتابيز، عرفنا يعني ايه داتابيز مانجمنت سيستم، وعرفنا يعني ايه اوراكل سيرفر، وعرفنا يعني ايه ماي اس كيو ال، وعرفنا يعني ايه اس كيو ال سيرفر، وعرفنا ان دي عبارة عن برامج بيعمل فيها داتابيز وظيفتها انها تحافظ على الجداول اللي في الداتابيز دي. طيب اتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضة. المشكلة بقى ان في حد سألني سؤال، قال لي ايه؟ قال لي طب انا افرض دلوقتي بعمل برنامج بسيط. يعني ايه برنامج بسيط؟ بعمل برنامج مثلا لصيدليه، والصيدليه دي مثلا عندها جهاز واحد، هل انا اروح اسطب له اوراكل داتا بيز؟ هل اروح اسطب له اس كيو ال سيرفر؟ هل اروح مثلا اسطب له ماي اس كيو ال؟ طيب برضه برامج تعتبر برضه ايه كبيره على حجم المنشاه دي. عندك منشاه مثلا حجمها صغير، وصلت الفكره؟ مفيش داعي ان انا اروح اسطب اوراكل داتا بيز، لا 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 اس كيو ال. طبعا الكلام هيبقى ايه؟ كلام صعب شويه. طيب الحل في ايه؟ انا جاي النهارده في الفيديو دول اقول لك ايه الحل. الحل في حاجه اسمها ديربي داتابيز. ديربي داتابيز، بص كده معايا، افتح كده معايا النت بينز. البروجكتس ما فيش لسه، هنعمل مع بعض، لكن في السيرفيس اللي هو هتلاقي في حاجه اسمها داتابيز. افتحها كده هتلاقي في حاجه اسمها جافا داتابيز. وهنا نقف شويه بس كده عشان نوضح حاجه مهمه جدا، عشان ما يحصل يعني ما يحصلش ايه لبس. الجافا ما هياش داتابيز، الجافا ما هياش داتابيز، الجافا هي عباره عن لغه برمجه. حلو كده؟ طيب كلام جميل. امال ايه جافا داتابيز دي؟ بص يا سيدي، عندنا حاجه زي ما انا قلت لك دلوقتي اسمها ايه بقى؟ ديربي داتابيز. الديربي دي هي عباره عن داتابيز مانجمنت سيستم. تمام. طيب اجيبها منين دي؟ قال لك لا ده هي بتبقى انكلودد، موجوده جوه الجي دي في، موجوده جوه الايه؟ الجي دي في، جاهزه. يعني مجرد لما سطب الجي دي في اعلم جيدا ان الداتابيز دي موجوده. طب استنى ايه؟ واقدر اخليها امبيدد، يعني موجوده جوه الابلكيشن بتاعك. ومش كده وبس، ايه ده كمان بالسبورت الاس كيو ال، والعمليه فيها سهله جدا. طيب انت كده شوقتني، طيب ما تيجي نشوف الدنيا هتمشي ازاي. بص كده معايا، لو انا فتحت الجافا اهي داتا بيز، هتلاقي في حاجه اسمها سامبل. يعني داتا بيز هو عاملها؟ لا يا عم، انا عايز اعمل داتا بيز ليا انا. اعمل ايه؟ بص اقول له كرييت داتا بيز، اعمل لي داتا بيز. خد بالك من حاجه مهمه جدا يا باشمهندس، خد بالك، ايوه، ان الداتا بيز بتتكون من مجموعه من السكيماز، مجموعه من الايه؟ السكيما. فانا ممكن مثلا اعمل سكيما اسميها ايه؟ كومباني، كومباني داتا بيز. طيب إيه؟ ما انا كده عملت داتا بيز يا ربي اسمها كومباني. طيب السكيما اللي جوه اسمها ايه؟ اسمها روت. طب والباسورد؟ روت. روت، خد بالك من حاجه مهمه بقى، ايه؟ انا دلوقتي عملت داتا بيز، ايوه، وعملت فيها سكيما اسمها روت. شوف هو بيقول لك هيبقى موجوده فين؟ على السي يوزرز الاداح دوت نيت بينز ماينس ديربي. يعني انا رحت عملت دول كمبيوتر على السي يوزرز الاداح اهو سامبل اهي، دي اللي موجوده. هو بقى بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان شاء الله لما اعمل لك الداتا بيز دي هتبقى موجوده هنا. طب ما تيجي نشوف اهي بيعملها. هو بيعمل كرييتنج جافا داتا بيز، اهي اتعمل. طب ما تيجي نشوف كده، بص اهي كومباني اهي اتعمل بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، واقدر اتعامل معاها طبعا. ازاي؟ اعمل كونكت اهو، عمل كونكت، افتح اهي الداتا بيز اهي، افتح اهي جداول مفيش. طب ما تيجي نعمل ازاي اهو، اعمل لي جدول اسمه مثلا كاستمر، كاستمر. طب في عمود، ايوه اهو، اد كولوم. طيب اسمه ايه؟ اسمه اي دي، ونوعه ايه؟ نمبر. دي الانواع اللي في الايه؟ اللي في الديربي داتا بيز. نيوميريك، حجمه قد ايه؟ 10. عامل كده زي انتجر عندنا في الجافا. برايمري كي، برايمري كي. يونيك، طبعا هيبقى يونيك. طب هل هيبقى نال؟ طبعا لا، مفيش برايمري كي يبقى نال. طب اوكي. طب عندنا حاجه كمان ايه؟ قالت عمود كمان ايه؟ اسمه نيم. طيب نوع ايه؟ فارتشار. فارتشار، فارتشار عامل زي سترنج عندنا كده، ياخد حروف. طيب حجمه قد ايه؟ 20. هيبقى برايمري كي؟ لا، ممكن يبقى نال. اوكي. عملت كام عمود؟ اعمل 10، اعمل 20 زي ما انت عايز. اوكي الجدول اتعمل اهو،
عايز اشوف البيانات فيو داتا، كليك يمين عليه فيو داتا ايه، شوف فتح لك ايه، فتح لك شيت تكتب فيه، وهي الناتج، الناتج زي ما انت شايف كده مفيش اي حاجه خالص. عايز اضيف عمود جديد اهو، مفيش اي مانع، مفيش اي مانع ان انا اعمل كده اهو، اقول له انسرت انتو الجدول اللي اسمه ايه كاستمر، اهو كنترول مسافه كاستمر، الاعمده اللي فيه ايه، هي الاعمده اللي فيه الاي دي، كنترول مسافه النيم، مفيش اي مشكله خالص، الفاليوز كنترول مسافه فيها اوتو كومبليت، حاجه جميله جدا ماشي كده. اه الفاليوز كام وكام، عايزين نحط مثلا قيمه 10 ومثلا ابراهيم، تمام كده تمام. شيل دي ما لهاش لازمه، حط سيمي كولو قول له ران، قول له فيو داتا اهي. طب انا هو لازم اكتب يعني، هو انا لازم يعني اروح اقول له انسيرت انتو، افرض انا مش عارف اس كيو ال، هل في ويزرد؟ هو مفيش حاجه طبعا اسمها مش عارف اس كيو ال، بس يعني عايز اسرع الشغل اعمل ايه اهو، انسيرت ريكورد يقول لك دخل يا سيدي، عايز تحط ايه 20 والاسم الثاني ايه الاداح، اوكي اوكي اهو دخل، عايز اتاكد اه اتاكد، كليك يمين فيو داتا اهو، كل ده دخل فين؟ دخل هنا اهو داتا بيز اهي، بس كده بمنتهى البساطه. ايوه بمنتهى البساطه، مفيش فيها مشكله خالص. طيب ينفع كونكت بالجافا؟ طبعا. ازاي؟ تعال نشوف كده، خلاص ده بالنسبه للتعامل معاه. عايز اعمل بقى فورين كي، اعمل اكتر من جدول واعمل فورين كيز بينهم واعمل اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. طيب تعالى كده، تعالى نعمل بروجكت، نعمل نيو بروجكت جافا، جافا ابلكيشن نيكست، تعالى نعمل كونسل ابلكيشن، وتعالى نعمل جي او اي ابلكيشن، هنعمل كده ونعمل كده. اسم الابلكيشن ايه؟ تعالى مثلا نسميه ديربي كونسل. طيب فينش فينش، وبعدين كليك يمين نيو جافا كلاس، هسميها ايه؟ هسميها كون داتا بيز، كون ينفع داتا بيز، اسمها ايه الباكج؟ داتا بيز انتر اكت فينش. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل مين؟ بابليك ستاتيك فويد مين، واضغط على تاب اهي. طيب حضرتك بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل كونكت على الداتا بيز. شرحنا الموضوع ده قبل كده في الكورس صح ولا لا؟ تعال نشوف، تعال نشوف ازاي نعمل كونكت. لو انت فاكر لازم اعمل درايفر، لازم بعد كده اعمل الكونكشن، بعد كده اعمل ستيتمنت، بعد كده انفذ الامر اللي انا عايزه. دي الخطوات، اربع خطوات. ازاي اهم؟ تعال كده بص معايا اهو، تعال بس نعمل امبورت الاول عشان بس ما يطلعناش اخطاء للجي دي بي سي اللي اسمه اس كيو ال، في الباكج اللي اسمها اس كيو ال دوت استريك، وبعدين نقول له الستيتمنت بتاعتك اهي، نعمل فورمات ننسق الكود. طيب واحده واحده بقى، بص كده معايا، مبدئيا ايه ده الدرايفر بتاع اوريكا؟ لا انا عايز بتاع الديربي صح، انا عايز بتاع الديربي داتا بيز. هتقول لي هو انا هجيبه منين؟ لو انت فاكر معايا زمان ده عباره عن ملفات جار لازم ان احنا نعمل لها امبورت في الابلكيشن بتاعنا صح ولا لا؟ ده اولا. ثانيا اسم الدرايفر ايه؟ ما هو انا ما اعرفش صح كده؟ ايوه العمليه سهله جدا. بص روح على السيرفيس، مش دي الداتا بيز بتاعتك؟ مش هي دي؟ صح، كليك يمين بروبرتيز، الدرايفر، الدرايفر اهو اسمه اهو، هاته كوبي اهو، كنترول سي هاته هنا، ده اسم الدرايفر. ايوه اسم الدرايفر. طيب حاجه كمان ايه؟ طيب بعد اذنك الكونكشن هجيبها ازاي؟ اليو ار ال مش بتاعت اوريكل بقى، امال بتاعت الدرب، هجيبها ازاي حضرتك؟ اهي بص بص بص، ايوه اهي واخد بالك؟ اهي اهي اهي، ياخد منك اسم الداتابيز اهو،
اهو اهو. طب وهنا ايه؟ مش سكوت وتايجر ده امال روت؟ بالظبط، الله ينور عليك، بالظبط، واقول له ايه؟ روت. كده تمام؟ تمام كده هيعمل كوليكشن، هنشوف. طيب وبعدين عايز اعمل ستيتمنت، اعمل ستيتمنت، عايز اشوف البيانات، هقول له سيلكت استريك فروم كاستمر، الله ينور عليك اهو كاستمر، خدها كوبي اهو، سيلكت استريك فروم كاستمر، هيجيب لك كل البيانات. طيب وبعدين عشان تجيب لك طبعا بقى الريزلت الست دي انا شرحناها قبل كده، يبقى عرفنا ان جميع الصفوف لما بترجع بجمله سيلكت بترجع في حاجه اوبجكت اسمه ريزلت ست، نوعه ريزلت ست، عشان تقدر تتعامل معاه بقول له نيكست، نيكست تنزل على الصف اللي بعده وترجع لك بترو او بفولس، ترو لو لسه فيه صفوف، فولس لو ما عادش فيه صفوف. طيب هقول له ايه؟ هل في العمود اللي اسمه ايوه اي دي، ممكن اديله الاندكس بتاعه. طيب واسمه، اسمه نيم اهو نيم. حاجه ثانيه، لا امسح كل اللي ايه، كل اللي جاي بعد كده بقى ملوش لازمه اهو، ولسه جنب منها بالظبط اهو، وصلت الفكره؟ طيب يعني عايز تقول لي ان انا يعني كده لو انا عملت رن هيجيب البيانات بقى؟ طب نشوف، بص 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 اه طلع ايرور، قال لك الدرايفر مش موجود، اه نقع في مشكله بسيطه جدا. ايه طيب الدرايفر ده يا باشمهندس هجيبه ازاي؟ ده اول حاجه، الدرايفر ده زي ما احنا عرفنا عباره عن جار فايل، الجار فايل هو عباره عن مجموعه من كلاسز متخزنه في فايل واحد، وصلت الفكره؟ طيب هجيبه منين؟ ادي اول واحد. تاني حاجه، طب انا لو لقيته احطه ازاي في الابلكيشن بتاعي؟ خد بالك الابلكيشن بتاعك ده مش شايف الا اللايبريز اللي هنا اللي هي جي دي كي بس، بس طيب حضرتك دلوقتي يا باشمهندس هجيبها منين؟ صح ولا لا؟ طيب بص كده، بص 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 افتح معايا السي، ايوه بروجرام فايل جافا جي دي كي، هتلاقي حاجه اسمها ايه بقى؟ ها داتا بيز، الله ينور عليك. مش انا قلت لك في الانترودكشن اللي هي عباره عن داتا بيز بتنزل انكلودد في الجي دي كي؟ اهي لما سطبت الجي دي كي موجوده، افتحها هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ برافو لايبريز، اهي هتلاقي فيها ايه؟ الديربي والديربي كلاينت، دي اللي انا عايزها، الديربي والديربي ايه؟ كلاينت، الحمد لله جبتهم، اه جبتهم. طب انا دلوقتي اهو خد اهم حطهم مثلا على الديسك توب، ماشي انا بقى اهم اهم هم موجودين قدامك اهو. طب انا دلوقتي ازاي بقى لو جيت تفتحهم مثلا كوبي من وير رير مثلا، شوف شوف هتلاقي اللي هم عباره عن باكج جواها باكج جواها باكج جواها باكج، ايوه فيها مجموعه من الكلاسز، وده اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي ان الجار فايل هو عباره عن مجموعه من مجموعه من الكلاسز. طب انا عايز دلوقتي احطها في الابلكيشن بتاعي ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، بص كليك يمين على اللايبريز، ايوه ها اد جار، طب فين على الديسك توب؟ طب فين اهو اوب، عمل لها عمل لها امبيدد معاك اهي، اعمل كده رن، نعمل رن اهي اهو. ما انت محتاج مين؟ الديربي كلاينت، ليه؟ عشان الدرايفر بتاعك اهو اهو، الباكج اسمها ايه؟ او او ار جي جي دي بي سي اهو، دور عليها بقى اهي جي دي بي سي، افتح الجي دي بي سي هتلاقي جواها بقى الايه؟ الكلاينت بتاعك اهو، الكلاس اللي هي اسمها كلاينت درايفر اهي، كلاينت درايفر، الله ينور عليك بالظبط، وصلت الفكره؟ طيب لو انا عايز مثلا ايه اعمل انسيرت، عايز ادخل بيانات اعمل ايه؟ شرحناها زمان، اقول له ايه؟ اقول له الكونكشن مبدئيا دوت ست اوتو كوميت بترو، ليه؟ عشان لما اقول له انسيرت يحفظ على طول. طيب وبعدين حد فاكر معايا يا شباب؟ حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انسيرت، الله ينور عليه. طب الانسيرت بيحصل ازاي؟ قبل ما اقول له سيلكت مثلا هقول له مثلا ايه؟ اس تي ام تي اللي هي الستمنت بتاعتك دوت اكزكيوت، قلنا زمان ايه؟ قلنا ان اكزكيوت كويري لجمل السيلكت، هو قايل لك كده. طيب عشان اس كيو ال ستمنت لجمل السيلكت. طيب اكزكيوت ابديت دي عشان عمليات الدي ام ال اهي،
ماشي. طيب الكرييت، الكرييت عشان ينفذ اوامر الدي دي ال اللي هي كرييت والتر والحاجات دي، عشان تعمل جدول، اه كرييت تيبل عشان يعمل جدول جديد. طيب اقول تاني، يبقى اكزيكيوت كويري عشان يعمل ايه؟ جمل السيلكت. اكزيكيوت ابديت عشان يعمل جمل الانسيرت، والابديت والديليت. طيب اكزيكيوت علشان يعمل ايه؟ جمل الدي دي ال اللي هي كرييت تيبل، اللي انا مثلا عايز اعمل جدول جديد كلام من. طيب حضرتك اعمل ايه دلوقتي؟ اه انت محتاج مين؟ اكزيكيوت كويري بالظبط. اجي هنا اقول له ايه؟ انسيرت انتو، صح ولا لا؟ اهو خد الجمله، انسيرت انتو الفاليوز اللي انت عايزها بقى، اهو انسيرت انتو الفاليوز. ايه هي بقى الفاليوز؟ افتح قوس. اول حاجه هل جنب منه ايه؟ القيمه مثلا، ولا مثلا ايه نقول له على طول القيم بتاعتنا اللي هي مثلا 10 20 يبقى دي 30، ونقول له مثلا اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم، مدخلين واحد اسمه ابراهيم، مدخل زياد. اهو وصلت الفكره؟ طيب وبعدين نحط بقى ايه؟ انتر الكوتيشن دي الجمله. اه يعني لو عملت ران هيخزن ويعرض البيانات. طب بص الاكزيكيوت ميثود كانت بي يوزد فور ابديت. اه اكزيكيوت كويري ما ينفعش، اسف انا غلطت. بص 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 اكزيكيوت ابديت انا غلطت وعملت اكزيكيوت ايه؟ كويري. اكزيكيوت ابديت، اسف اكزيكيوت ابديت عشان نعمل انسيرت، واقول له ران. وصلت الفكره؟ كده انت قدرت تتعامل مع الداتا بيز دي، صح ولا لا؟ طيب واحد يقول لي طب يا باشمهندس هو انا ينفع مثلا اتعامل معاها على انها مثلا جي او اي؟ اه طبعا اقدر اعمل جي او اي واتعامل معاه ازاي؟ تعال نشوف اهو، ادي المشروع بتاعنا، لم اللايبرريز بتاعتك اهي، كليك يمين نيو جي فريم، الجي فريم اهو. طيب هسميه مثلا ايه؟ هسميه شو انسيرت مثلا كاستمر في باكج اسمها مثلا جي يو اي ابلكيشن فينش فينش. طيب وبعدين نعمل ايه؟ تعالى بقى هنا على الايه الادوات بتاعتك، نحط الليبل الاولاني، الليبل الثاني، وادي التكست فيلد الاولاني والتكست فيلد الثاني. معايا يا شباب؟ اهو اهو الليبل بتاعك هسمي ده الاي دي، وهسمي ده اني. طيب وبعدين الجي تكست فيلد الاولاني هنشيل اللي فيه، ده اسمه ايه؟ جي تكست فيلد واحد، ده اللي هيحط في الاي دي، ده اللي هيحط في الايه؟ النيم. وبعد كده اقول له سيف اوكي، بطل اوكي. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب طبعا بقى ايه، حط بقى ايه عنوان الفورمه بتاعتك، وتعالى بقى على الايه؟ على الليبل ده والليبل ده، وهات خصائصهم. خلي بقى الايه الفونت مثلا بولد، حجمه مثلا معقول شويه، بس انت تظبط الامور يعني. يعني دي هسيبها لك انت بقى. طيب الزرار، الزرار اقول لك عليه مثلا سيف يحفظ البيانات. طيب طب لو ما حفظ يطلع الناتج فين؟ او يطلع ايرور فين؟ ايرور في الليبل ده. يعني دي مثلا نعملها علشان لو في ايرور، لو في ايرور. ماشي. وبعدين انا عايز اعمل ايه بقى؟ ركز معايا في الكلام، انا عايز اعمل ايه؟ عايز لما الشاشه تفتح يعمل كونكت على الداتابيز، ويعمل ستيتمنت علشان لما اضغط على الزرار دبل كليك عليه هو اللي يفتح الكود بتاعك اللي انت هتكتب فيه. او لو انت فاكر بقى معايا كليك يمين ايفنت اكشن اكشن بيرفورمد، عايز بقى لما اضغط ايوه يعمل ايه بقى هنا؟ ينسرت البيانات، صح ولا لا؟ طيب اجي هنا
نعمل ايه؟ انا عايز اول ما الشاشه تفتح يعمل كونكت على الداتا بيز. عملناها ازاي؟ وليها افكار كتير، مثلا الايفنت، الويندو، ويندو اوبن لما يفتح، او في الكونستراكتور بتاعك او انيشالايز كومبوننت. بعد ما يعمل انيشالايز للكومبوننت يبتدي يتعامل مع الداتا بيز ويعمل كونكت عليه. ازاي؟ طب ما احنا طب ما انت لسه عاملها اهي، ادي الترايه اهي. اوكي نعمل بس امبورت استر. طيب وبعدين بالنسبه للستيتمنت والريزلت سيت، انا اولا مش محتاج ريزلت سيت صح ولا لا؟ امال انت محتاج ايه؟ محتاج ستيتمنت اهي. ستيتمنت نخليها فوق، ستيتمنت اس تي ام تي بالظبط كده. الشاشه دي اول ما تفتح ايوه هتعمل كونكت على مين؟ على الديربي داتا بيز اللي هي اللي اسمها الكومباني روت روت. طيب وبعدين اعمل سيف. طيب كده فتحت يبقى فيها كونكشن. طب ما تيجي نجرب نعمل كده رن. بص 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 بص، لو طلع اكسبشن يبقى ايه؟ طبعا مش نافع. كده زي الفل، مفيش اكسبشن ايه. يعني انت دلوقتي جوه الداتا بيز. طيب اعمل ايه؟ ما انا عايز ادخل بقى واحفظ صح ولا لا. طيب تعالى بقى في الزرار، لو اقول تاني ازاي عملناه من الايفنت بتاعته اكشن، يعني لما اضغط على الزرار اوكي اكشن بيرفورمد، اعمل ايه هنا بقى؟ بالظبط اس تي ام تي، ما هي هي اكزيكيوت ايه؟ ابديت. طب ما هي نفس الجمله ايه؟ اكزيكيوت ابديت. ركز معايا في الكلام اهو، اكزيكيوت ابديت. طب هو زعلان ليه؟ علشان بيقول لك بتطلع اكسبشن. قول له ماشي سير اوت، وايه اس كيو ال اكسبشن، خليها اكسبشن عشان لو في اكسبشن ثاني. طيب وبعدين ها اعمل ايه دلوقتي؟ بالظبط قال لك هي هي نفس الجمله ولكن في اختلاف بسيط جدا. ايه؟ ان الحد هنا 30 دي ما ينفعش 30. ليه؟ ده لازم اقول له انتجر دوت بارس انت واجيب الحاجه اللي موجوده فين؟ ها بالظبط اللي موجوده في جي تي اكس فيلد واحد. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اقول له ايه؟ لحد كده وشكرا، وبعد كده اقوم اقفل والزق جنب منها. لازم تركز، والزق جنب منها الايه؟ الكوما دي. الكوما دي كمان محتاجه انها تتلزق، والزق جنب منها دي بالظبط وزياد. طيب تعالى بس نظبط دي الاول وبعد كده ربنا يسهل. هقول له ايه؟ انتجر دوت بارس انت ايوه جي تكست فيلد واحد دوت جيت ايه؟ ها جيت تكست. طيب كلام جميل كده، انت جبت ايه؟ جبت الرقم هيخش في الاي دي. طب وفي الاسم ولزقت جنب منه الكوما. طيب وبعدين لزقت جنب منه ايوه ها بالظبط ديا لازم تتشال. لا مش تتشال، تتحط ما بين دبل كوتيشن. واجي بقى ايه زياد دي؟ اقول له شيل زياد. امال قول له جي تكست فيلد لا اثنين دوت جيت ايه؟ جيت تكست على طول، واقوم لازق جنب منه ايوه السنجل كوتيشن. طيب وبعدين ركز بقى، يجي لك بعد كده بقى القوس. القوس ده نعمله ازاي؟ برضو انا جنب منه مين؟ القوس بتاعك. صح ولا لا؟ اهو سيف. وصلت الفكره؟ طيب وبعدين لو حصل اكسبشن اعمل ايه؟ صح كده؟ طيب اقول له ايه؟ اقول له يا جي ليبل ثلاثة نقط ست تكست، طلع لي رسالة اقول له كانت انسرت داتا مش قادر ادخل البيانات، واعمل رن وشوف. الراجل ده هيعمل ايه؟ هيعمل مثلا 40
اسمه ايه؟ اسمه مثلا القداح، في اسم القداح رولا سيف، مفيش اخطاء ظهرت صح ولا لا؟ كان المفروض بقى اطلع له رساله هنا هو اقول له ايه؟ سيف كومبليت صح ولا لا؟ بالظبط، الله ينور عليك. طب عشان تتاكد، عشان تتاكد روح على الداتا بيز قول له فيو داتا رولا موجوده. اه وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت في اي مشكله؟ اه الداتا بيز سهله مفيش فيها اي حاجه خالص. طيب ايه كمان؟ طبعا بقى كان المفروض تقول له هنا لو حصل حاجه الجي ليبل 3 دوت سيت تكست، اطلع له رساله اقول له سيف كومبليت. اعمل رن بقى مفيش فيها مشكله. 50 50 واسمه مثلا محمد سيف، قال لك سيف كومبليت. وصلت الفكره؟ اظن مفيش فيها مشكله، العمليه سهله ويعني مفيش فيها مشاكل. طيب ركز معايا كده، عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ افرض طبعا عشان تقفل المشروع بتاعك بنعمل ايه؟ ما انا عايز دلوقتي يا باشمهندس اعمل جار، يعني عايزين نعمل جار بقى للمشروع بحيث ان انا مثلا ايه عايز اعمل حاجه زي الاكس اي كده، بحيث اول ما اليوزر يضغط عليها البرنامج يفتح صح ولا لا؟ الحاجه دي لو انت فاكر بنعملها ازاي؟ رايت كليك على المشروع، رايت كليك على المشروع بعد كده اقول له ايه؟ اقول له الاول رن. ليه رن؟ عشان يحدد مين المين اللي هتشتغل، المين اللي هي في الجي او اي. اوكي اهي. طيب عايز اعمل جار اعمله ازاي؟ كليك يمين كلين اند بيلد اهو اهو، قال لك بيلد ايه؟ سكسس. طيب موجود فين؟ في المشروع بتاعك اهو، شوف 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 اهو اهو ده مكان المشروع بتاعك. ايوه عمل لك الجار بتاعك اهو. كوبي كمبيوتر ده مكان المشروع بتاعك اهو اهو اه ديستنيشن اه ده ايه؟ قال لك ده الجار بتاعك. طيب حاجه حلوه بقى، بص 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 هو كده عمل ايه؟ عمل افتح كده الجار اوبن ويز الوين رير، عمل ايه؟ جار مشروعك، مشروعك مش عامل فيه داتا بيز انتر اكت اهي اهي كونكشن. معايا يا شباب؟ ركز معايا، ركز معايا الكلام ده مهم اهو، داتا بيز انتر اكت اهي. طيب وبعدين؟ وبعدين اهو شايف؟ عامل لك كام باكج؟ اثنين جي يو اي اهي، ادي الكلاس بتاعتك اهي اهي، وهي الكلاس الداخليه الانر كلاس. طيب انا عايز افتح المشروع، المشروع بيتفتح ازاي؟ بص 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 بص، بعيد عن نت بينز، بعيد عن اي حاجه اهو، بص بص اقفل اقفل اهو، ده نت بينز ولا حاجه. جا بقى اللي هيروح للعميل بتاعك اهو، الديستنيشن ده افتحه اهو كوبي اهو، خلاص خده بقى بره نيو فولدر جديد اهو، هسميه ماي ابلكيشن، ده اللي انت هتاخده عند العميل بس كده، لا اكتر ولا اقل اهو اهو. بص 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 هو ده المشروع. طب العميل يعمل ايه؟ ولا حاجه، العميل يعمل كده اهو، دبل كليك عليه بس فتح. وصلت الفكره؟ شايف سهله ازاي؟ مفيش اي حاجه خالص. معايا يا شباب؟ اهو تاني انا عملت ايه؟ كلين اند بيلد، كلين اند ايه؟ بيلد، عمل لي ايه؟ فتح لي المشروع بتاعي، عمل لي ايه؟ ها بالظبط، ها عمل لي ايه؟ عمل لي فايل جار بيلم فيه الكلاسز بتاعتي. وبعدين قمت رايح واخد الحاجات دي في فولدر بره اهو، فولدر بره ده بقى ابعته على الفلاشه، سند تو على الفلاشه بتاعتك بس كده. خلاص خلاص اروح عند العميل يفتح اهو، فتح بس لا اكثر ولا اقل. طيب هيدخل بيانات طبعا، ما احنا بنهزر. 50 اسمه ايه؟ اسمه علي، علي سيف، قال لك كانت انسيرت. اه طب استنى كده نجرب، مثلا 80
سيف قال لك 50 كنا مدخلينها قبل كده انها برايمري كي. وصلت الفكره؟ ها في مشكله؟ هاي كده. يبقى انت كده عملت ايه؟ المشروع بتاعك اشتغل، المشروع بتاعك مش فيه مشكله، المشروع بتاعك حجم الداتا بيس بتاعته ايه؟ صغيره وما فيش فيها مشاكل. يبقى مراجعه بسيطه كده على اللي احنا عملناه. احنا عملنا داتا بيس، بعد الداتا بيس رحنا ندهن عليها كونسول ابلكيشن عشان نوضح الفكره، وبعد كده اتضح ان انا في الجي او اي اقدر ان انا اتعامل مع الايه؟ مع الديربي داتا بيز بمنتهى البساطه. بس اهم حاجه موضوع الدرايفر وعرفنا نجيبه منين، وموضوع اليو ار ال وبرضه عرفنا نجيبه منين. طيب كده يبقى انت المشروع بتاعك بقى محدش يقول لي ايه لو هو مشروع صغير او لشركه مثلا صغيره او هل لازم اسطب الاوريكل، هل لازم اسطب الاس كيو ال سيرفر؟ لا، الموضوع تقدر بمنتهى البساطه تستعين بالايه؟ بالداتا بيز مانجمنت سيستم. دي حاجه بسيطه وسهله انت مش هتتعب فيها. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.